تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. جزائري تانا تايس، ما كانش بنا هذه، ونتحدى أي واحد يقول لك الشعب الجزائري تانا تايس. باسكو لاباس بينا وما خسرنا والو في ذي البلاد. حنا شعبنا حنا لاباس به. حنا نحبوا حنا شينين شبعة. ناكل ونشرب الصباح ينوض لاباس به. وري لي أي واحد مش عارف في ذي الدول العربية كاع شي واحد مش عارف لاباس بهم كيما حنا. قرا يقرا وباطل. ها كاين ولا ما كانش؟ البترول عندنا ورانا ناكلوا فيه غير بعضنا بعض، كاين ولا ما كانش؟ وزيد واش نقول لك؟ هما اللي راهم هما ديجا من قبل الحروب كاع اللي صارت، هذه العشرية السوداء اللي صارت لنا من وراها ديجا حازلين فيها. ما كانش من هذا الشعب الجزائري، ما كانش من اللي يكذب عليك يقول لك الشعب الجزائري تاعنا تعيس، لاباس بينا، حاسدينا، دولتنا واقفه، شعبنا واقف واعي من العشرية السوداء ورواح لهنايا. ما كانش واحد اخر اللي نتحدى واحد اخر، اي واحد اللي راه عايش كيما احنا. هذه الديانه، شوف الديانه 48 ولا الديانه من الحدود تاع تبسل للحدود تاع تونس، حتى المغرب المغرب. تقرير من الامم المتحده بين باللي الشعب الجزائري من بين اتعس الشعوب العربيه حتى المرتبه 68 عالميا، واش رايك في هذا؟ كيما احنا نقولوا صح. صح الشعب الجزائري تاعس؟ تاعس. علاش؟ صورتها شبيبه بها، ما عندهمش مش خدامين الكل. تسمى كي ماشي خدامين هذيك هي السبه اللي خلاتهم كاع ماهم دايرين، ما عندهم حتى مستقبل. وكل قاعد يتعاقوا تخرجين من الجامعات، وكل الشبيبه كل تعيسه كل. كاين اللي قانع، كاين اللي قانع بالصحه والعافيه. ماشي تعيس. ماشي تعيس. وكاين اللي يحوس على مثلا السعاده، يحوس عليها في مثلا سياره، زوجه، الدنيا هذيك، وتختلف من المنطقه الاخرى. كما الجنوب هاك تروح ليهم تلقى عادي ببساطه في هذيك، وكيما تطلع الشمال وتشوف كذا تسمى تطلب الحياه. كي كل ما تزيد المتطلبات هذيك تزيد معاها شويه تعاسة. انا نشوف فيها كل ما زادت بسطت الحاجه كل ما زادت سعاده. على حسب الجو اللي راك فيه، النهار اليوم اللي راك فيه. كاين انسان ينوض لاباس عليه صباح لاباس عليه بخير عليه، بعد مده يتبدل المزاج تاعو يتقلق كاع يعود تعيس. هذا الانسان لان الانسان مخلوق من يخلق معنا في كل يوم، وكل يوم مش عنده شيء، كل يوم هو واش كاين في عدد المشاكل اللي عنده. اليوم فرح، غدوه ما كان. نظن ان التقرير خاطئ. درت لاغريكولتور، كي كملت 5 سنين تاعي لانجينيور ديتا، من بعد زدت ماستر دو سيونس دو لو اي لونفيرونمون. مي درك مازال ما كانش خدمه، فهمت يعني؟ تخرجت في 2013 درك مازال ما كانش خدمه. انت راك تشوف بلي هادو هما شغل اسباب التعاسه. ايه سيبو، هذوك راه الواحد مش راح يعيش 400 عام ولا 60 عام نورمالمون، عدي 25 عام دوكا تعود واحد خدام، يعود متزوج، كمل الله لافوني راك فاهم. بصح دوكا مازال ما كاين والو. الادماج دوكا باش تديه لازم لك بوفوار، لازم لك معرفه. تشوف يسمى هذه راها من الحوايج اللي وهلم جرام، كاين مني الالاف. انا برومو تاعي كاع بلاس كيما انا، فهمت؟ كاع في تعاسه شبيبه كل، انا نجيب لك خبرها كل تعيس. واش هي الحاجه اللي خلاتهم هكا؟ ما كانش واحد يعود معدو فات 30 عام لا خدمه لا زواج لا دار لا السكنه، يمدوها بالرشوه، الخدمه بالرشوه، كل حي بالرشوه، كارهو كاع. نعم ممكن يكون هذا خاصه في بلادنا. رانا نشوفوا باللي المشاكل الاجتماعيه وال يعني الشباب هذا اللي راه يتخرج من الجامعه وما يلقاش منصب شغل، ويعني الظروف الاجتماعية القاسية، نشوفوا العنوسة وراها وصلت، نشوفوا الجرائم اللي راها تحدث، الشباب هذا اللي راه توجه لأخذ المخدرات. هذه الأمور هذه تبين باللي صح كاين مشاكل. مشاريع كاينة، تسمع كاين مشاريع، بصح تشوف بعينك والله كذا ما كاين والو. وين تروح تخدم ما كان. أنت تخدم؟ لا قاعد. داك تشوف بلي الشاب الجزائري تعيس؟ ما نظنش، هذه ماهيش احصائيه، ماهيش احصائيه دقيقه، هذه ما تعودش هكا. هذه انت ماشي تعيس انت؟ الحمد لله قانعين، الحمد لله. انت تشوف بلي الشعب الجزائري تعيس؟ تعيس، اللي كنت تهضر معاه يقول لك انا يا مدي قوتي انا كذا انا ما صديبو مش عارف اش راهي. انت دوكا راك تعيس ولا؟ انا راني طايح لي المورال، كيما كتشوف فيا راه مورال تعيس. شفني كيما هكرني بيا بصح دخلاني راني مش نورمال. علاش؟ هاك ديكوطاج برك. الفيت هذه هي، كنت تهضر مع شبيبه يقول لك انا مديكوتي، الاخر يقول لك انا مديكوتي، انا كذا انا ما. هل اعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك او موقفك اسفل الصفحه لان رايك يهمنا.
إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.